على الكلام ده ليه؟ لان انا لو قريت الكلام ده دلوقتي ثانيه واحده يا اسلام، بمناسبه تويتر اهو. بص الكلام بيجيب بعضه، ما عندكش يا جماعه للمره ال500 والله ما عندي تويتر، ولا في يوم من الايام كان عندي تويتر. يا كابتن مصر ايه ده بقى؟ انا ايه ده بقى؟ تعالى انا باجي على طول، انا باجي على طول. ايه رايك؟ انا ما بتاخرش يا ابني اللذينه، انا ما بتاخرش. تقول لي تعالى انت مظبط؟ تعالى كده. انا اول ما قال لي بركات في البرنامج وتعالى قلت له لا اجي له طبعا. بس عامل شعره ازاي؟ طب اقول لك على ثانيه، اتفاجئت. طب ثانيه واحده فاجئت بالكلام كويس. لا طب ثانيه واحده كده بالعذر ده والشغل الجامد. ثانيه واحده يا اسلام، بص بقى دلوقتي احنا دلوقتي دخلنا مرحله ممكن يبقى مشكله ما بيني وما بينك. ليه دلوقتي؟ انا ايش ضمني؟ مش انت كنت المفروض انك تقول لي ان واحد زي الكابتن سيد العظيم المحترم دوت ممكن يجي يظهر حاجه؟ مش ممكن. مش ممكن. شو كنت تقول؟ لا ان انا ارفض. ممكن. ليه ارفض؟ عشان هو وحش؟ امال عشان ايه؟ لا علشان ياكل منك شرف كبير جدا. انا مش متخيل ان انا بقعد معاه في مكان واحد. ده كتير عليا. لا يا نجم، ده انت جيت امتى؟ بالله عليك البلاي ستيشن ايه؟ بالله عليك حلفتك بالله. لا انا بخسر كتير، بس في اوقات بكسب. بص يا اسلام، علشان اكون حقيقي فضيحه يعني. 25 كل 25 ماتش قصاده ماتش منك. هم كل يوم قاعدين يلعبوا. انا بروح يا نجم، ممكن اقول حاجه؟ فضل. ممكن بس نطلع فاصل عشان نجيب له كرسي يقعد معانا 5 دقائق بعد اذنك لو موافق. الفصل ده ما حدش هيبقى سامعنا. لا طب اطلع لي بقى فاصل 5 دقايق. اطلع لي هيقعد معانا قد ايه؟ انت اللي هتقول. ده يقعد زي ما يقعد. انا مش عايز غير الفاصل بس اللي الناس مش هتسمعه. اديني الفاصل. طيب هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.